نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية لتفعيل المنظومة الإنسانية في كافة مجالات العمل الشرطي. كما قام المشاركون في المؤتمر بزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان باعتباره نموذجا لإعلاء قيم حقوق الإنسان وفقا لأعلى المعايير العالمية. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العاشر لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذي تستضيفه مصر للعام الثالث على التوالي، وشهد حضورا عربيا ودوليا موسعا. انعقاد هذا المؤتمر في جمهورية مصر العربية هو دلالة كبيرة على أن الدول العربية تحرص دائما على تفعيل وتطوير ملف حقوق الإنسان وتماشى أولا مع قوانيننا وأعراف وعاداتنا وتقاليدنا. بلا شك البرلمان العربي يدعم هذه المبادرات التي تصب في دعم موضوع حقوق الإنسان. وزارة الداخلية تفضلت مشكورة بدعم العمل الأمني وحقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال العديد من الدورات التدريبية التي أقامتها وشاركت فيها الدول العربية. ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات في مقدمتها استثمار المواقع والصفحات الرسمية الشرطية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودور البرامج التدريبية المستحدثة في تنمية قدرات ومهارات الكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان، وكذا وضع خطة مرحلية أولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني. كما كان المؤتمر فرصة لاستعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان. كل الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر لامست موضوع التطور اللي صار في مجال حقوق الإنسان وفق المعايير العربية والدولية. في هذه السنة المؤتمر العاشر استعرض جهود كل من السودان وسوريا والعراق والأخوة الأفاضل في وزارات الداخلية المذكورة، ما قصروا، شاركونا وأثرونا بتجاربهم. نسعى إلى تطويرنا حلول مشاكلنا مع بعض. خلال فعاليات المؤتمر تم تسليم شهادات التقدير للفائزين في المسابقات البحثية للكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. على هامش المؤتمر تم تنظيم زيارة للمشاركين فيه لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، والذي يعد أحد المراكز الإصلاحية التي أنشأتها الدولة لدعم منظومة حقوق الإنسان في السياسة العقابية وتوفير بيئة تأهيلية ذات معايير إنسانية دولية لتقويم النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع. مسؤول حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية تفقدوا مرافق المركز الصحية والخدمية والإصلاحية والتأهيلية التي أنشئت على أحدث نظم الإصلاح والتأهيل والتي انعكست على سلوكيات النزلاء، وأبدوا رغبة في الاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح والتأهيل. تفقدنا جميع الأقسام والمعامل، كانت الحقيقة تمتاز بتطور واهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية المصرية، ونتمنى أن تحذو بقية الدول العربية مثل هذه الخطوات. نفتخر أن نشوف اليوم في الوطن العربي مثل هذا، اعتبره نموذج متفرد يعني من نوعه، وأتمنى أن الجميع يخطي هاي الخطوة ويتميز فيها بطريقة مثل ما أنتم اليوم تميزتوا فيها. مركز الإصلاح والتأهيل في جمهورية مصر غطى جميع معايير حقوق الإنسان، غطى كل ما يحتاجه النزيل من احتياجات، سواء كان في التعليم، سواء كان احتياجات طبية، نفسية، علاجية. بصراحة انبهرنا بهذه الزيارة. خطوات كبيرة وغير مسبوقة في العمل الإنساني في المنظومة الأمنية تشهد عليها المبادرات الإنسانية والاجتماعية ومنظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة، والاهتمام بمساندة فئات المجتمع ودعم العمل الأمني العربي خاصة في مجال حقوق الإنسان.
استضافت مصر المؤتمر العاشر لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وتأكيد على الحرص المصري على البعد الإنساني في العمل الأمني، وهو ما بدا واضحا من خلال الحرص على تبادل الخبرات في هذا المجال والخطوات التي قطعتها مصر في مجال حقوق الإنسان في العمل الأمني. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.